راديو دبنجا يقدم صحتنا، برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها. صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها. يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صحتنا، وفيها نقدم لكم حديث للدكتور علاء نوجد حول الموجة الثانية لجائحة كورونا، بجانب جزء من المؤتمر الصحفي الذي أقامته رابطة الأطباء الاشتراكيين يوم الأربعاء بمنبر وكالة السودان للأنباء، وصفت فيه الوضع الوبائي لجائحة كورونا في البلاد بالكارثي، وقالت أن التعامل مع الجائحة لا يتم حسب المعايير العلمية. مستمعينا الكرام، في مستهل الحلقة بنقدم لكم حديث للدكتور علاء نوجد حول الموجة الثانية لجائحة كورونا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بالمستمعين والمشاهدين الكرام لإذاعة راديو دبنجا، راديو تلفزيون دبنجا. بدأت تسجيل صوتي قصير عن مرض الكورونا وكوفيد 19 وطرق الانتشار والوقاية. طبعا العالم كله حاليا يشهد الموجة الثانية من جائحة الكورونا، وحقيقة هي موجة شرسة جدا جدا، لأنها جاءت في فصل الشتاء، ولأنها صاحبت أيضا تحور في الفيروس وظهور سلالة جديدة زي ظهرت في إنجلترا والمملكة المتحدة، وأدت الآن إلى الإغلاق الكامل مع سرعة انتشارها. طبعا زي ما كلنا عارفين من الموجة الأولى وحتى الموجة الثانية، إنه فيروس الكورونا بينتقل عن طريق الرذاذ، الرذاذ الذي يبقى في الأسطح وعالقا فترة طويلة قد تمتد إلى 8 ساعات، والتعرض المباشر لهذا الرذاذ يسبب انتقال الفيروس، سواء كان من الأجسام الصلبة أو سواء كان من رذاذ الإنسان إلى الإنسان مباشر، وهكذا، اللي هو استعمال مثلا أجهزة المحمول بين أشخاص مختلفين، الكيبورد بتاع الكمبيوتر أو اللابتوب، تقعد مخالط للناس في غرفة واحدة بمسافة أقل من 1.5 متر، والتعرض المباشر للرذاذ ده بيصيب أو يسبب انتقال الفيروس. عشان كده دائما أهم وأهم وأهم طرق الوقاية من هذا الفيروس هو الاعتناء الشخصي أو أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة، اللي هي لبس الكمامة، لبس الكمامة، لبس الكمامة، بنعيد ونكرر نقول لبس الكمامة، والمحافظة على التباعد الاجتماعي أو الفيزيكال ديستانس لازم تكون موجودة. دي أهم حاجة، تجنب ازدحام وتجنب الالتقاء مع شخص والتعرض للرذاذ بمسافة قريبة، اللي هي أهم حاجة دي، التعرض للرذاذ ده مهم شديد. يعني أنت لو كنت مع شخص ولكن أنت لابس كمامتك وهو لابس كمامته، والمسافة بينكم يهم 1.5 متر دي، حتى لو تبين بعد كده أنه هو مصاب، فأنت احتمالية إصابتك بالفيروس كانت تكون معدومة. لكن لو أنت ما لابس الكمامة أو هو ما لابس الكمامة أو أنتوا الاثنين ما لابسين الكمامة، والمسافة أقل من المسافة المحددة للسوشيال ديستانس أو الفيزيكال ديستانس، بعد كده احتمال الإصابة كبير جدا جدا، وبتزيد احتمال الإصابة كل ما انتفى أحد من الاحتياطات الشخصية. يعني لو أنتوا الاثنين ما لابسين الكمامة والمسافة أقل، احتمالية قد تكون 100%، بعد كده بيتقيل كل ما انتفى واحد من الاحتياطات الصحية. ده حاجة. الحاجة الثانية المهمة، طبعا بينطبق عليها هذا التباعد الفيزيكال ديستانس ده أو التباعد
بين الأشخاص، اللي هو للأسف عاداتنا الاجتماعية نحن ما دارين نخليها برغم الوباء، اللي هو إقامة الأفراح والأتراح في الأحياء، اللي هو اتمنعت في الصالات، فالناس طوالي مشوا للأحياء ومشوا للمزارع، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. فنحن زي ما نقول برامج بنضبط أعيننا بأيدينا، وبعد كده بنفتش على النجاة أو الصحة، أو نفتش عليه إنه والله ما في سراير وما في أكسجين. طيب أنت لو أصلا ما في سراير وما في أكسجين، هو أصلا حتى أقوى النظم الصحية، خليك من النظام الصحي بتاعنا، إحنا متهالك من 30 سنة من نظام الإنقاذ البائد، ما في ما بتقدر تكفي كل المصابين. يعني الجائحة دي ركعت جميع الأنظمة الصحية في العالم بلا استثناء، ما عدا الأنظمة الصحية اللي التزمت شعوبها ووضعت الاشتراطات الصحية في موضعها المناسب وفي وقتها المناسب. فعشان كده نرجع نقول تاني إنه أهم طريقة للوقاية من هذا الوباء هي، أو علاجه، هي الوقاية منه، والوقاية منه بتكون بالتزام الاشتراطات الصحية من لبس الكمامة وغسيل الأيدي بالموية والصابون أو بالمعقمات والتباعد الاجتماعي وتجنب الازدحام وما إلى ذلك. فهي الخروج من هذا الوباء بيد الشعب، كويس، بيد الشعب، نكرر بيد الشعب. وزارة الصحة فيها العديد من المشكلات، النظام الصحي فيه العديد من المشكلات، كانت في الموجة الأولى حاول الناس يطلع منها، في الموجة الثانية في كان سوء إدارة، في الموجة الأولى حاولت الناس منها تطلع في الموجة الثانية، ولكن مهما بلغت إدارة الصحة أو الصحة من الكمال زي ما حاصل في البلدان الغنية والمتقدمة، حيكون في وعي الشعب عنده والتزام بالإشتراطات الصحية عنده الأثر الأكبر. مستمعينا الكرام، أقامت رابطة الأطباء الاشتراكيين مؤتمر صحفي يوم الأربعاء بمنبر وكالة السودان للأنباء، تحدث فيه الدكتور بندر نوري، تناول الوضع الصحي الراهن، ركز في حديثه على 4 مؤشرات قال إنها هي أساسية وبتدلل على وجود انهيار شامل للنظام الصحي في البلاد. المؤشرات دي أولا كان كيفية التعامل مع جائحة كورونا، وبعدها إضراب نواب الأطباء، وأزمة وندرة وغلاء الدواء ومحاولة تحرير سعره، وأخيرا الصرف على الصحة في موازنة 2020. نحن في حلقتنا الليلة حنركز على العامل الأول، هو التعامل مع جائحة كورونا. ووصف الدكتور بندر في حديثه الوضع الوبائي لجائحة كورونا في البلاد بأنه كارثي، وقال أنه التعامل مع الجائحة ما بيتم حسب المعايير العلمية. نحن في حلقتنا الليلة بنقدم محور التعامل مع جائحة كورونا، بنقدم منه جزء، وحنقدم في الحلقة الجاية الجزء الأخير من حديث الدكتور بندر من رابطة الأطباء الاشتراكيين في الندوة أو المؤتمر الصحفي اللي أقاموه يوم الأربعاء في منبر وكالة السودان للأنباء. ونبدأ نسمع لحديث الدكتور بندر نوري في كيفية تعامل الدولة مع جائحة كورونا. فيما يخص المؤشر الأول، التعامل مع وباء جائحة كورونا المستجد، أو جائحة كورونا المستجد سوري، العدد الكلي بتاع الحالات لحد يوم 6 يناير 23,041 حسب تقارير وزارة الصحة الاتحادية، عدد الوفيات الكلي 1576، بما يعني إنه نسبة الوفيات 6.8% أو تقريبا 7%. طيب الكلام ده بيعني لنا شنو؟ بيعني إنه معدل أو نسبة الوفيات في السودان أعلى بكثير من المعدل الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية، بمعنى إنه في حالة إنه في تدخلات فعالة شغالة لمكافحة جائحة كورونا مستجد، مفترض نسبة الوفيات تكون أقل من 5%. طيب حأمشي في التفصيل بشكل أكبر في نسبة الوفيات والأرقام الواردة وتحليلها بشكل واضح. بنلقى من جملة 1576 بنلقى 1206 من الوفيات تموا في مراكز العزل، وإذا جينا شفنا النسبة المئوية بتاعت نسبة الوفيات من نسبة الوفيات العامة، بنلقى إنه
77% من الوفيات تمت في مراكز العزل. لقدام ممكن نجي نفصل في انه ليه نسبة الوفيات العالية تمت في مراكز العزل. ده ما عنده علاقة بس بانه في اشكال في مراكز العزل، توفير معينات العمل، تدريب الكادر، ميزانيات التسيير والتفاصيل دي كلها عندها علاقة مباشرة بانه ما في برنامج بتاع تدخل فعال. يعني الدولة خلت المواطن السوداني يواجه مصيره يتعامل مع الوباء ده بشكل فردي. الكلام ده بيدل لانه الوصول للمؤسسات الصحيه في الغالب بتكون برا الخدمه وما قاعده تقدم خدمه صحيه، اذا كان خدمه صحيه خاصه بالوباء او خدمه صحيه غير خدمات الوباء، المواطن بيعاني في انه يلقى مؤسسه صحيه تستقبل ويلقى سرير فاضي ممكن يستوعب. ده بيخلي انه غير انه المواطن بيصل متاخر، بعدك في تاخير بيحصل في البحث عن مؤسسة صحية ممكن تستوعبه بين القطاع العام والقطاع الخاص، وأنا حاجي للكلام ده بالتفصيل شوية. 13% من الوفيات بيتم على مستوى المجتمع، ما يعادل 199 حالة وفاة من جملة الوفيات، و11% من الوفيات دي الوزارة ذاتها قالت إنها هي ما معلومة المصدر، يعني الوزارة ما عارفة إنه 171 حالة وفاة تمت وين؟ تمت في مراكز العزل ولا تمت في المجتمع؟ وده بيورينا الإشكال بتاع النظام الصحي، إنه نظام الريبورتينج والريكوردينج، نظام المعلومات الصحية فيه إشكالات كبيرة في السودان. هي واحدة من الأعمدة البنائية الستة الأساسية بتاعت النظام الصحي. طيب لو جينا برضو بارينا نسبة الوفيات دي بالولايات، بنلقى إنه في تفاوتات كبيرة جدا ما بين ولاية وتانية. يعني الصورة الإجمالية بتاع 7% دي صورة تجميلية خالص، لكن لو شفنا بشكل دقيق إنه الولايات نسبة الوفيات فيها كيف، هنلقى إنه الكلام كارثي حقيقة. طيب أعلى نسبة وفيات بنلقاها في شمال دارفور 55%، يعني حالات الكورونا أكثر من نص حالات الكورونا بتتوفى 55%. في وسط دارفور نسبة الوفيات 50%. طيب في شرق دارفور 30%، 18% و 16% في جنوب وشمال كردفان، 15% في ولاية القضارف، 14% في نهر النيل والنيل الأبيض، 13% في سنار وكسلة، 12% في البحر الأحمر والجزيرة وغرب دارفور. بنلقى نسبة وفيات 11% في الولاية الشمالية، 10% في جنوب دارفور، و 5% في غرب كردفان، 4% في الخرطوم، و 3% في النيل الأزرق. طيب الأرقام دي بتعكس لنا حاجة أساسية، إنه في تفاوت كبير في توزيع الخدمات الصحية بشكل عام، وفي توزيع الخدمات الصحية والموارد الصحية اللي عندها علاقة ب كوفيد 19 outbreak، يعني مكافحة جائحة كورونا. الموارد المطلوبة للمكافحة الناجحة، الموارد دي امتلاكها من الولايات بتفاوت بشكل كبير جدا جدا، وتوفرها في الولايات بتفاوت بشكل كبير جدا جدا. بنربط الكلام ده طوالي بالاتجاه بتاع الدولة الأساسي بتاع دعم لا مركزيات الخدمات الصحية، اللي هو لا مركزيات الخدمات الصحية أو الأيلولة بتاعت الخدمات الصحية، اللي عشانها وزير الصحة المكلف الحالي قدم استغالته من وزارة الصحة ولاية الخرطوم. في رأينا في رابطة الأطباء الاشتراكيين إنه أيلولة الخدمات الصحية أو لا مركزياتها في يعني في صورة الأيلولة هو انسحاب الدولة أو نقل المسؤولية بتاع تقديم الخدمات الصحية، المسؤولية السياسية والمالية والتقنية والإدارية، الأربع مسؤوليات دي بمجملها كلها نقلها من المستوى الاتحادي للمستوى الولائي، ده بيخلق وبيعمق الفوارق الموجودة أصلا بين الولايات في توفير الموارد الضرورية لتمويل الخدمات الصحية، وفي مقدماتها طبعا تمويل مكافحة الوبائيات وكده. طيب غير انه الدور القيادي في حالة الوبائيات، لو حصل وباء في السودان الدور القيادي لياته مؤسسة من المؤسسات حقت الصحة. المفترض الدور القيادي على المستوى النظري مشترك بين وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة وزارة الصحة الولائية، لكن لما نجي نشوف للواقع العملي بتاع انه الكوادر الصحية تابعة للوزارات الولائية، المؤسسات الصحية حسب موقعها الجغرافي تابعة للوزارات الولائية،
يبقى إمكانية القيام بدور قيادي لوزارة الصحة الاتحادية للسيطرة على الوبائيات يبقى كلام على الورق. حتى الكلام على الورق ذاته بيتطرد كمية من الإشكالات في الممارسة العملية. طيب بنستدل على أنه في فوارق كبيرة في توزيع الموارد الصحية الخاصة بمكافحة جائحة كورونا بشكل عملي طوالي وبالأرقام، فبنمشي طوالي بنلقى أنه عدد الأسرة مثلا في شمال دارفور، عدد الأسرة الموجودة في مركز العزل 150 سرير، في حين أنه عدد الأسرة الموجودة في العناية المركزة فقط 7 سراير. في ولاية كسلة بنلقى أنه عدد الأسرة الموجودة في مراكز العزل فقط 5 سراير، وفي زيهم 5 سراير برضو في العناية المركزة. في وسط دارفور أول حاجة الخدمات الخاصة بجائحة كورونا موجودة بس فقط في مدينة زالنجي، فيها 10 أسرة في مركز العزل وفقط 4 أسرة في العناية المركزة. في غرب كردفان بنلقى أنه في 18 سرير في مركز العزل، في مدينة فولة تحديدا مركز عزل الفولة، وما في ولا سرير واحد في العناية المركزة. برضو في تفاوت كبير في توفر الخدمات بتاعت التشخيص الخاصة بجائحة كورونا المستجد، تحديدا في تمركز للخدمات التشخيص هنا في ولاية الخرطوم، وفي خدمات تشخيص في ولاية الجزيرة والبحر الأحمر. باقي الولايات كلها بترسل العينات بتاعتها لولاية الخرطوم. ده بيؤدي لأنه عندنا 763 عينة معلقة لحد الآن ما معروف نتيجتها شنو، وطوالي ده مرتبط بشكل مباشر في تأخر التدخل. التدخل المفترض يتم إذا كان النتيجة موجبة، مفترض حسب إذا كان في أعراض، مفترض يتم العيان يخش مركز العزل، تطبيق المعايير بتاعت الوقاية، التباعد الاجتماعي، والتفاصيل دي كلها بتكون معلقة لأنه النتيجة ما محسومة. مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج صحتنا، البرنامج الأسبوعي الذي يعنى بالأوبئة وخطرها على حياتنا وكيفية تفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها وتأثيراتها على حياتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة الأسبوع المقبل يكون مني أطيب التحايا. صحتنا.